عين تيموشنت استقبل سادس جدول الترتيب جيل عين الدفلة، وعينه على النقاط الثلاث التي تسمح له بملاحقة المتصدر شباب ودسلي. أول محاولة جدية في المباراة جاءت عن طريق مخالفة نفذها للضيوف معزيز وكرته تعلو العارضة الأفقية بقليل. رد الشباب كان وراءه عابد الذي أهدر فرصة افتتاح التسجيل. أصحاب الأرض جددوا المحاولة ورأسية دحو لم تحقق المسعى. الضيوف حاولوا صنع الفارق عبر الكرات الثابتة، ولكن سفيون حول مخالفة معزيز إلى الركنية. وفي آخر أنفاس الشوط لاحت فرصة ثمينة للشباب وكرة عابد راحت جوار القائم، ليعلن الحكم بالحبيب عن نهاية المرحلة الأولى على وقع التعادل السلبي. المرحلة الثانية سارت في اتجاه واحد، حيث فرض أصحاب الأرض ضغطا كبيرا على مرمى الضيوف وتمكنوا من صنع عديد الفرص. ضغط أثمر هدفا عند الدقيقة 76 عبر رأسية البديل غزالي الذي خطف التقدم لشباب عين تيموشنت. الشباب واصل حملاته الهجومية بغية تسجيل أهداف أخرى، ولكن النتيجة بقت على حالها إلى غاية صافرة النهاية التي أعلنت فوز شباب